هاي، اهلا بيكم في قناتكم موري بيبيوي. النهارده هكلمكم عن برج غريب قوي او ابراج غريبه جدا اسمها الابراج الحمراء. ايوه، الابراج الحمراء. الابراج الحمراء متكونه من 4 ابراج، وهي الجدي والحمل والميزان والسرطان. الابراج دي، هذه الابراج تعد صوره واضحه للنشاط والحيويه والأهمية الشديدة والنجاح المرفوض. وأصحاب هذه الأبراج يعرفون معنى التغييرات الجذرية، لأن حياتهم غالبا ما تتميز بالأزمات الحادة والنجاح المشهود على السواء. واجتماع هذه الأبراج معا يشبه عاصفة في الصيف والخريف والشتاء والربيع إن اجتمعت في وقت واحد. والخطر الكامن في ذلك يتمثل في حدوث تبديل فوضوي للطاقة، والاحتمالات هي حدوث نمو مستمر وتحقيق انتصار. الأبراج دي يا جماعة لما بتتجمع مع بعض في شغل مثلا، خصوصا الشغل، بينجحوا نجاح باهر، لأن كلهم مع بعض كده بيتكونوا فريق وبيكملوا بعض. أهلا بيكم في الأبراج الحمراء. إن كنت من برج الجدي او السرطان او الحمل او الميزان، انصحك انك لما تيجي تشتغل وتعمل تيم وورك او تشتغل في مشروع او شركة، ياريت مع دول مع بعض هيعملوا لك شغل افضل شغل. اهلا بيكم، نوريني، ياريت تعملوا لايك سبسكرايب من كلمة سبسكرايب باللون الاحمر، ندوس عليها أو كلمة إشراك اللون الأحمر، ونفعل الجرس ونعمل شير لكل أصدقائنا المواليد من الأبراج الحمراء.